قسطنطينيوس بشرى كاهن كنيسة الأنبا بشوي بدير برشم الدولة. النهاردة يعني متجمعين عاملين اجتماع للجنة البلد قرية دير البرشا. مشكلة بقالنا أسبوع، هي بقالها فترة لكن ازدادت أكثر من أسبوع، المية بتقطع عن البلد لدرجة إن الأسبوع ده قطعت يومين كاملين، الناس مش لاقية مية تشرب ولا الحيوانات ولا الطيور. جتنا المية بتباع بمبلغ وقدره، التجأنا للمسؤولين ما لقيناش أي إجابة. الإجابة إن قطع عندنا المية وحولوها لقرية تانية اسمها الشيخ عبادة. إحنا ما بين قرية إسماعيل برشا ونزلة برشا وقرية دير أبو حنس والشيخ عبادة. أبو حنس فيها محطة مية، قرية البرشا فيها محطة مية، إحنا دير البرشا ما عندناش محطة مية. علشان كده المشكلة عندنا كبيرة، لا طيبين من المحطة دي ولا المحطة دي. لكل المسؤولين أهل سونا، أولادنا، كل الناس اللي ساكنة في البلد، إحنا محتاجين لنقطة مية. والحياة الثانية إن إحنا في الفترة دي عندنا مولد بتاع الأنبا بشوي. مولد الأنبا بشوي جاينا ناس من كل مكان، ناس من إسكندرية، من أسوان، من ملاوي، من سوهاج، من كل مكان بيجينا في دير برشا، مش أقل من 15,000 على أنحاء الجمهورية كلها، مش أقل من 15,000 و 20,000 يبقوا عايزيننا في دير البرشا. طب نتصور الناس اللي بالعدد الكبير دوت هيعيشوا ازاي؟ غير الطلاع اللي قاعدين في الجبانة محتاجين مية. إلى جانب مشكلة الكهرباء اللي بتقطع 3-4 مرات في اليوم، برضه مشكلة إحنا بنعاني منها. الكهرباء بنقدر نستعوضها بالمولد، نستعوضها بأي حاجة، لكن مشكلة المية بالذات صعبة علينا إن إحنا نجيبها. إحنا عانينا الأمرين من سنين طويلة، كنا بنشرب من المية بتاعة الآبار كلها أملاح وكلها حاجات صعبة، لدرجة عندنا في البلد هنا أمراض مزمنة. إحنا عندنا حوالي 37 حالة أمراض خبيثة وفشل كلوي، وكل ده راضيين بيه. إحنا عندنا نسبة إعاقة كبيرة في البلد، حوالي 431 معوق في البلد. احنا عندنا نسبة التعليم هنا بسيطة جدا، بلد كبيرة 30,000 عندنا مدرستين. استحالة بلد زي دير أبو حنس عندها أكثر من 7 مدارس، وإحنا عندنا في دير برشا مدرستين. بصراحة دير برشا عايزة نظرة. عايزة نظرة المسؤولين. المية أبونا اللي كانت مخصصة للمفروض إنها تبقى في دير البرشا راحت فين؟ راحت لقرية اسمها الشيخ عبادة. ليه؟ لأن المحطة بتاعتهم تقريبا فيها مشكلة ولا حاجة. طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه عشان ياخدوا المية بتاعتنا؟ ممكن تتحل بحلول تاني، يشوفوا المية بتتسرب وتروح فين، والمية اللي بتتسرب وتروح المزارع وتروح هنا وهنا، يقفلوا عن العين. الناس بتشتري مش مية مش شفافين، الشفاط اللي بيطلع من تحت الأرض احنا ما عارفينش المية ده طالعة ازاي. المية دي بتسقي الزرع. الناس حاليا بقالها أسبوع في دير برشا بتشرب من المية بتاع الشفافيط. يعني كل الامراض اللي حصلتنا في السنين الماضيه بنرجع تاني نفس الماساه اللي كنا عايشينها.